بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة بنتكلم إزاي إن أنت تبدأ تحمل نسخة كالي لينكس وتشغلها على الـ VM Workstation. شرحنا قبل كده إن أنت إزاي تحمل البرنامج وتسطبه. تمام، إحنا بندخل على الموقع ده Offensive Security. حسب نسخة إحنا نزلنا قبل كده الكالي اللي هي 64، فإحنا هناخد دي. طيب عشان نريح دماغنا والنت ميفصلش هننزل التورنت، فهنجيب برنامج على سبيل المثال يو تورنت. تمام، نعمل داونلود. بيحمل معانا البرنامج. البرنامج ده عشان ندون بيه بس، عامل زي انترنت داونلود مانجر كده. لكن طبعا اليوتيوب انت ده جميل جدا، تفصل الجهاز، النت يفصل، يحصل اي حاجة هو بيكمل بعد كده في امكانية تحميل، استكمال التحميل. بيجيب سرعات عالية لان بيبقى في كذا واحد مثلا عنده نفس النسخة، فبيبدأ ياخد من هنا وياخد من هنا اللي هو اسمه سيدز، فعشان كده بيحمل بسرعات عالية. بفضل انا بصراحة في البرامج اللي هي مساحتها كبيرة. بعد ما حمل بنسطب البرنامج. لا 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 الله، لا 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 الله. تمام، بنبدأ نسطبه التسطيب العادي جدا بدون أدنى مشكلة. سطبنا البرنامج، بنبدأ إن احنا نضغط على تورنت. بيحمل ملف التورنت هنا، نضغط عليه بيفتح في البرنامج. تمام، بيقول لك اختار مكان التحميل فين، تختار المكان وتقول له ابدأ. انا مساحته 2 جيجا، حلو يعني مش كتير. اخترنا المكان، نقول له اوكي. دي حركة مهمة جدا ان انت تقلل الكيلو بايت في الابلود، لان انت مثلا وانت بتحمل في ناس تانية بتاخد منك الملف، عشان ما يبطئش عندك الداونلود فانت بتختار اقل حاجة في الابلود. او مثلا زي ما تكون بتملى مية واحد تاني بياخد منك. طيب احنا كده حملنا البرنامج ده، كده برنامج الورك ستيشن. ان احنا نختار مكان نسخة الكالي لينكس، نسيت اعمل لها اكستراكت. النسخة طبعا بتبقى مضغوطة، فانت بتفك الضغط بتاعها. تمام، نعمل ريفريش هتلاقيها ظهرت معانا. اوبن فيرتشوال ماشين، دي تمام كده. ننتظر على ما تحمل. تمام، دي كده النسخة بتاعتنا. لو ضغطنا ستارت كده بتشتغل معانا.
هي كده بتحمل. نزل اخر اصدار طبعا. تمام. اليوزر نيم والباسورد مش روت وتور، لا هيبقى كالي كالي. لو كتبنا الباسورد واليوزر نيم القديم وضغطنا لوجن يقولك ايرور incorrect password please try again. تمام. الويب سايت احنا بنحمل منه اهو، قالك ايه كالي كالي، ده اللوجن والباسورد KALI KALI. نضغط لوجن تدخل معانا، يعني دي النسخة الأخيرة حصل عليها أبديت كتير. تمام. دي شكل النسخة. دي كده آخر نسخة من الكالي لينكس. من هنا احنا بنقدر ان احنا نعدل في اعدادات النسخة الوهمية او الجهاز الوهمي ده. ممكن نعدل مثلا الرامات، بدل 4 نخليها مثلا 6 8 او 2. ممكن نعدل مثلا مساحة الهارد، اي حاجة احنا عايزين نعدلها في الجهاز بنعدلها من هنا. تمام. بنضغط بار اون او ستارت، يبدأ ان احنا نفتح نسخة الكالي لينكس. فول سكرين عشان تقدر تشتغل وانت شايف كل حاجة. النسخة كده بتحمل معانا. نكتب اليوزر نيم والباسورد كالي كالي باي اوفنسيف سيكيورتي. تمام كده النسخة فتحت معانا. طيب ان شاء الله احنا كده هنتكلم عن اهم حاجة اللي هي التيرمينال. التيرمينال ده عامل زي الدوس كده في الويندوز، تكتب اوامر يعتبر مشابه بحد كبير قوي، نفس امر الدوس. تمام. طيب نفتح البراوزر اول حاجة عشان نقدر ان احنا نثبت الابديت والابجريد. ان الـ بسم الله الاوامر نفسها تعديل بسيط كده بس.
فتحنا البراوزر بنلاقي مثلا متسجل هنا الموقع اوتوماتيك لانها بتتعدل بشكل كبير، فانت يفضل انت تاخدها من هنا. اضغط على الكاري نيكس، بيفتح الويب سايت بتاعهم. نفتح 2020-1 ريليز دي. هنا بيقول لك ان الروت او اللوجن اتغير، روت وتور there is no more. ماشي، بيقول لك ديد لونج لايف كالي كالي. ده اول واهم تغيير اتعمل في النص. طيب اوامر الابديت والابجريد، انت دايما اول ما بتنزل نسخه المفروض ان انت بتحدثها، انت لسه منزلها واخر اصدار بس برضه لازم تحدث النسخه. تمام، دي كده الاوامر بتاخدها بتعمل لها كوبي وبيست في التيرمينال نفس الطريقه زي ما هم كاتبين. Already have an existing Kali installation. Remember you can always do a quick update. ده كده التيرمينال. تمام، ناخد اول امر كوبي. بيست انتر، ناخد الامر الثاني. كوبي بيست انتر اخر امر. بيست انتر بيقول لك الباسورد بتكتب كالي كي اي ال اي. تمام، ناخد الامر كوبي ابجريد فولي ابجريد. طبعا الموضوع بياخد وقت كتير بس انا عملت قبل ما صار الفيديو، وانا بس بعمل الفيديو ده عشان اوريكم بعيد الخطوات، لكن هو اخد معايا وقت كبير قعد يجي تقريبا ساعة. هو بكده المفروض ان هو بيعمل ابديت للنظام بحيث انه ينزل اخر ملفات واخر تحديثات للحزمه او النسخه. تمام، هو كده نزل التحديثات. نعمل الامر ريبوت، طبعا بعد ما بيخلص المفروض احنا نعمل له ريبوت. الله الله. طب احنا ممكن ناخد الجزء الثاني اللي هو sudo reboot -f.
لا لا كده هو بيعمل ريستارت. اول ما تعمل ابديت او ابجريد لازم تعمل ريستارت. الفايرول هو برنامج اللي هو إدارة أو اللي هو المانجمنت، الباكج مانجمنت. طيب إيه في أمر هنا ممكن نقدر نعرف بيه إصدار النسخة اللي هي جريب داش أو مسافة فيرجن مسافة سلاش اي تي سي سلاش او اس داش ريليز ونيم اللي هو اسم النسخة. ولو عاوز تعرف مثلا النسخة دي اصدارها 64 أو 32 عن طريق الامر ده تمام يونيم داش ار. طيب هنبدأ ننزل اول حاجة برنامج السيمانتيك اللي هو بتاع ادارة الحزم تمام. سودو داش مسافة سبيس اي بي تي سبيس انستول سينابتك تمام. عشان نقدر نشغله نعمل سودو سلاش او مسافة سينابتك كده البرنامج اشتغل معانا تمام اللي هي الباكج مانجمنت. طيب ننزل تاني حاجة برنامج الفايرول نكتب سودو سبيس اي بي تي سبيس انستول سبيس تمام جي يو اف دبليو اللي هي الفايرول. انا غلطت في حرف الاي فعدت الامر اشتغل معانا. طيب عشان اقدر اشغل البرنامج بنكتب سودو ده سبيس جي يو اف دبليو ده برنامج الفاير وول تمام. في الفيديو الجاي ان شاء الله بنتعرف ازاي ان احنا نعمل اعدادات ونكمل باقي شرح. عشان نقفل التيرمينال بنكتب اكزيت. توفيق إن شاء الله. مع السلامة.